لو مستأجر طلق زوجته الحاضنة وبعد كده توفى، هل يجوز أن يمتد عقد الإيجار للزوجة دي أو السيدة المطلقة دي؟ تمام. عندنا حالتين في الطلاق هنا. إذا كان الطلاق طلاق رجعي فهي لسه على ذمته يمتد لها. ما هي الطلاق بينونة كبرى وصغرى. لا، أمال إيه؟ إحنا عندنا نوعين من الطلاق. طلاق رجعي يعني الزوجة يرجعها في أي وقت في فترة العدة ينفع ترجع، فهي لسه على ذمة الزوج ترث منه وتتعامل كزوجة. تمام. لكن الطلاق بائن خلاص ما بقاش يجوز الرجوع إلا بعقد ومهر جديد. تمام. هنا خلاص ما فيش زوجة، لأن القانون قال لك يمتد عقد الإيجار لمين؟ للزوجة، للأب والأم والزوجة والأبناء المقيمين مع المستأجر الأصل وقت الوفاة. الراجل طلق وبعد أسبوع من طلاقه تمام توفى. هو هي لسه في فترة العدة، يجوز لو هي طلاق رجعي يجوز يمتد لها. طب طلقها تمام وبعد 4 5 6 شهور تمام، وعشان ما حدش يدخل لنا يقول لي ايه ما هي ممكن اكتر من 5 6 شهور تبقى الرجعة لو هي حامل الى ان تضع حملها. يعني العدة للنساء لها 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 قواعد، يعني واحدة ممكن تعتد في 40 يوم، واحدة في 60 يوم، اسف 60 يوم اقل فترة، وممكن نقعد 9 شهور لواحدة حامل عدتها موجودة، هي لسه ما زالت في العدة الى ان تضع حملها. مفهومة ولا أيوة. انا مش واضحة لي، انا اعرف ان هي 61 او 62 يوم او حاجة كده. هو العدة العدة هي 3 حيضات والطهر منهن. العلم والفقه قال ان اقل فترة 3 حيضات للمرأة 60 يوم. فالقانون المصري خد بايه؟ بان لما الزوج يطلق بارادته المنفرده ويرجع عند المأذون يرجع في خلال 60 يوم. تمام. تمام. لا، الزوج عارف ان مراته لسه عدتها ما خلصتش، يبعت لها انذار رجع. المأذون ملوش دخل كده، يقول للمأذون استنى انت على جنب، يبعت لها انذار رجع ويقول لها انا براجعك، يجي القاضي يجيبها. هل انت لما بعت لك انذار المراجعه كنت لسه في العده بتاعتك، لسه ما خلصتيش ال3 حيضات ولا لا؟ والقول قولها، صدقت هي نفسها، كذبت لنفسها. تمام. طب لو طلع ان الست دي حامل، لو طلع بقى ان الست دي حامل تقعد عدتها الى ان تضع حملها، يمكن فاضل 2 شهر على الحمل، فاضل 3، فاضل شهر، فاضل بدايه الحمل، احنا لسه في اول شهر في الحمل، قدامنا 8 شهور. فاذا العله في السؤال بتاع حضرتك تمام، اذا كانت الزوجه ما زالت في فتره عدتها فيمتد لها عقد الايجار. طب لو مش فتره عدتها خلاص ما بقتش وعندها اولاد، لانها طالقه يمتد لاولادها. مش هنا بس صح 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 كده صح، انت بتتكلم ممتاز. بس ممكن الاولاد ما يكونوش قاعدين مع والدهم. بالظبط بقى، يعني احنا بقينا كده نحاول يعني انا كده يعني اخاف على طمنت علينا كده. لا طبعا من زمان. تمام. لو الولاد هنا اللي بيحموا الام. تمام. الام هي قاعده مستخبيه ورا الولاد لان الولاد امتد لهم، بس بشرط زي ما حضرتك قلتي انهم يكونوا كانوا مقيمين مع الاب وقت الوفاه. لو الولاد مقيمين مع الاب وقت الوفاه تقعد خالتهم عمتهم اللي عايز يقعد، ما حدش هيقول لهم لا. فالام قاعده هنا مش بصفتها مستاجر اصلا او مستاجر اسف، او لها حق الامتداد حسب الوفاه لو حصلت قبل 2002 او بعد 2002. فهنا يبقى ليها انها تقعد وليس امتداد. يعني احنا ولادها مستضيفينها قاعدينها معاها،